95 89 88 9 مازلنا واصلين معكم في زوم 73. ثم تسمعونا في حمامات وزاوين سوس المستير والمهديه. نحن باش نمشيو الحي الرياض تحديدا وين تم العثور على جثه فتاه باحد الاقامات الخاصه بحي بوخزر من ولايه سوسه. دونك نهار السبت فما بنيه اللي لقاوها ميته، فما شكون يقول اللي هي مريضه تعبه عندها معناها حالتها الصحيه تعاني من مرض السرطان وماتت في الوقت هذاك على خاطر كانت وحدها وما قادش شكون معاها. فما شكون يقول تخنقت بالغاز. ما مدى حقيقه ولا شنو هي حقيقه الحكايه هذه؟ معنا سي يوسف المثلوثي والد الفتاه. صباح الخير ومرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك سي يوسف، البركه فيك. عايش يعيشك. باهي سي يوسف، احكي لنا ساعه كيفاش انت تلقيت الخبر من الاول. انا بنيه عندها يعني ممكن جمعتين مروح وناوي باش تروح في المكان. هو سي يوسف سامحني باش نقص عليك، هي البنيه شنو تعمل في سوسه؟ تقرا تخدم؟ لا تخدم في معمل ليوني هذا نتاع في شركه مع تخدم تاع ريسبونسابل بوليسي يعني. شنو صار؟ كيفاش لقيت الخبر انت نهار الحادثه؟ انا كيما جات نهار السبت انا بقيت ناوي نهار الاحد باش نمشي لها جمله. نهار السبت في العشيه روحت يعني بعد صلاة العشاء بالضبط يكلمني العمدة يقول لي راي عندك بنية راي توفيت. هي البنية الله يرحمها كانت تعاني من مرض؟ ما عندها حتى شيء البنية بنتي، لا عندها مرض ولا عندها علم. حتى في المعمل أسألوهم غاديك أو حروفاتهم وحكوا معاهم وشوفوها إذا كان عندها مرض تخدم. هي عندها 3 سنين تخدم قرأت 3 سنين وجاءوا عندها 3 سنين تخدم ولا 4 سنين تخدم. ما عندها حتى شيء بنتي، لبس عليها صح صار امورها واضحه من جميعهم، ما تتشكى حتى بشيء، ما عندها حتى شيء. كانت تسكن وحدها سي يوسف؟ نعم كانت تسكن وحدها في الدار؟ تسكن في وحدها، هي واخذه يعني ما فما فوي واحد والفوي واخذه شومبر وحدها. والفوي والشومبر هذه ما فيها حتى شيء، كان انبوبه نتاع ذوق اهو، حتى الـ يعني الغاز ما فماش، غاز دي في هذا ما فيهاش اصل جمله. ما عندهمش غاز دي في، ما عندهمش حتى عندهم الادواش بالطاقه الشمسيه والكوجينه والدوش بعاد يعني مسافه ممكن 20 30 متر. يعني انت حتى لتوا تقرير الطبيب الشرعي مازال ما خرجش، مازال ما تحددش اسباب الوفاه. انا امس العشيه تفناها، انا روحنا امس العشيه تفناها بعد المغرب. دونك انت حسب رايك شنو ينجم يكون؟ انا بنتي يعني فما حاجه، فما جريمه سايره، خاطرش بنتي مضروبه في راسها يعني عندها ضربها في الجبهه. وعندها فمها يعني بالدم، وجهها ازرق وشعرها كنك واحد شادها مدور لها شعرها وضربها لا حيط ولا حاجه والان لله. معنى انت تقول اللي هي تعرضت للعنف، جريمه قتل؟ تعرضت للعنف، ما عندها شيء بنتي صح ستار، ما عندها حتى شيء، ما عندها شيء بنتي، ما عندها حتى شيء. هما تو الكونسير نحكوا، اذا كان هي عندها كونسير، هي ما عندها لا كونسير ولا عندها حتى شيء، يعني كي يجوا يعدوا عليهم ما يعملوا، فما كل بنيه تمشي تبحث روحها وتعمل كذا. ممكن عندها شو يجوهم للمعمل، عندهاش ورقه حاجه كيما هكا، العباد ممكن يدخل تم نحك الورقه هذيك وشافك الورقه اللي هي معدي على كذا وكذا، ممكن يظنوا لكون هي عندها حاجه. اما انا بنتي وانا مربيها ونعرفها كيفاش، انا عندي بنتي عندها كونسير وخليها تخدم، ما خافش عليها، انا بنتي وبعيد عليها خليها تخدم. بالك مريضة، سامحني سي يوسف، هو أن هذايا تحليلي أنا الخاص، لا تنجم لا قدر الله تنجم كانت مريضة وما حبتش تقول لكم للعائلة معناتها ما تعلمش. لا 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 ما تخب بناتي، أنا عندي 7 بنات هشاك ما يخبيوا عليا حتى شيء، وكلهم متخرجين وكلهم عندي مازالت بنات تعدي باك، وكلهم متخرجين وكلهم يكلموا في بعضهم أمورهم واضحة، يشوفوا وقت مكا كيفاش. وفما بنات تخبي على أمها هي في الوقت هذايا، فماش بنيه. معناتها انت حسب ما فهمت من كلامك سي يوسف، انت تقول انه فما جريمه قتل، بنتك ما توفاتش. فما جريمه قتل، فما جريمه قتل. انا بنتي كي شفتها ماهيش يعني في الحاله هذيك ماهيش يعني عاديه. باش ادعو لفتح تحقيق في الحادثه هذيا بعد صدور تقرير. لا ما نعمل، انا نتبع حق بنتي مهما كان، يزني نتبع حق بنتي باش ترتاح هي في قبرها وترتاح عائلتها. الله يرحمها. ربي صبرك سي يوسف وان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبركم والبركه فيكم. وكل الدعايات هاو بالغاز هاو مانيش عارف ميزه بالكونسير هاو مانيش عارف بشنو، كل حد وش يحكي.
مانيش عارف شكون اللي طلع في الخبر هذا، يعني نشوف اني مش كبير هذا طلع لي في الخبر مريضه هكذا هكذا شنو فيسبوك نهار كامل امها مش تموت ومن الحكايه هذه ومن الشيء هذا امها مش تموت هو مش تموت ربي يصبرك سي يوسف وان شاء الله البركه فيك مره اخرى يعيشك ربي يصبرك وحنا باش نتابعوا الموضوع هذا اكيد كان فما جديد وكان فما مخرجات للموضوع تلقاهم ديما على نجم افهم